وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت نتائج لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات ما بين العاملين الموظفين العمال السائقين، وده على مستوى المؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة. المبادرة دي مهمة جدا، لأنه هذا الإعلان بيضمن لنا كمواطنين وكناس بتروح تخلص مصالحها إنه يكون اللي بيتعامل معايا يقظ وعلى قد المهمة دي، وعارف أهمية المشكلة اللي المواطن بيحكيها له أو جاي يخلص أوراقها. اللجنة دي كشفت على 102 ألف موظف في كل الوزارات وفي المؤسسات والمديريات اللي بتتبع للوزارات في كل المحافظات وليس القاهرة فقط، وده في الفترة من مارس 2019، وإحنا اتكلمنا في هذه الانطلاقة اللي كانت على ما أتذكر بتتوازى مع حادث القطار، حادث محطة مصر، وكان هنا في مهمة ثقيلة جدا وكبيرة جدا، لأنها بتسعى للكشف عن موظفين بأعداد كبيرة داخل المؤسسات والوزارات. اللي حصل بعد ما تم الكشف من شهر مارس 2019، من وقت ما اتكلمنا عنها، ان النتيجة بتقول الآتي: تبين تعاطي 2040 حالة للمواد المخدرة، 2040 حالة من الموظفين بنسبة 2% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف. ايه ابرز مواد التعاطي؟ ايه ابرز ما بيأخذه العدد ده اللي قلنا عليه 2040؟ الحشيش والترامادول. بيتم احالة الموظف على الفور اللي تم ثبات انه هو بيتعاطى الحشيش او الترامادول والمواد المخدرة الباقية، لكن دول اكتر اتنين من انواع المواد المخدرة اللي بيتم تعاطيهم، تم احالتهم فورا للنيابة الادارية، تم التعامل معهم على المستوى القانوني على الفور، واجراءات قانونية اخذت معهم، والاجراءات دي بتوصل فيها العقوبات للفصل من العمل تماما، والورقة اللي بتكون في ملفه انه هو فصل علشان هو بيتعاطى مخدرات، وبالتالي الملف ده غالبا بيبقى غير صالح للتعامل بيه في اي مؤسسات تانية او في اي جهات حكومية اخرى واكيد خاصة. وهنا جرس انذار كبير لاي شخص بيستهون بحياة اللي بيتعامل معاهم، لان هو اصلا تستهون بحياته لما تعاطى هذه المخدرات، فبالتالي هو بيستهون بعد حياته بحياة الناس، بحياة المواطنين والمدنيين، لانه ممكن كمان يكون بيتعامل مع ارواح. المنظومة لازم تتزن، المنظومة لازم تنضبط، الأرواح دي ممكن يبقى سايق بيهم قطر، ممكن يبقى سايق بيهم أتوبيس، أو بينقل مواد خطيرة، وده بنشوفه وإحنا سايقين مثلا على الدائري بيبقى مكتوب إنها مواد شديدة الخطورة، يبقى هنا لازم يبقى اللي سايق قبل ما يبقى مكتوب إنها مواد شديدة الخطورة يبقى هو كمان على علم باللي هو شايله باللي هو بينقله، وعلى علم بالمسؤولية اللي على كاهله وبالمسؤولية اللي لازم يكون يقظ ومصحصح لها كده، وما يبقاش شارب مخدرات، لأنه ممكن يروح يعني هو والناس اللي حواليه في يعني ورطة لا قدر الله إذا ما كان متعاطي مخدرات. المهمة دي اللي قامت بها الوزارة أوضحت أيضا أن من يطلب العلاج من الإدمان طوعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان، ودي من أهم الأمور اللي أخذتها الوزارة، لأن هو ممكن يكون عارف اللي بيحصل ده، وممكن يكون حد دلوقتي بيسمع عارف أنه في إجراءات قانونية وفي عقوبات مشددة والموضوع كبير ومهم وما بيتمش التعامل بيه بشكل عادي أو هيتم التجاوز عن أي شخص لأي سبب. لا، الكل سواء، لأنه في النهاية دي أرواح ناس. دكتور إبراهيم عسكر، مسؤول برامج التوعية في صندوق مكافحة الإدمان، معانا على التليفون، برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم، مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. دكتور إبراهيم، يعني في البداية أنا اتكلمت بشكل عام عن النتيجة اللي وصلت لها وزارة التضامن الاجتماعي بعد لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات ما بين العاملين والموظفين والعمال والسائقين، ما أدت مهمتها. الأرقام دي يا فندم بعد ما قرأناها كده شايف نسبتها ازاي؟ وحضرتك شايف الأمور واصلة بينا لفين؟ ما بين موظفين وعمال وسائقين ممكن يكونوا بيتعاطوا الحشيش والترامادول بما أنهم أهم أنواع المواد المخدرة، يعني شايفين أنه ده مش هيأثر على عملهم؟
الحقيقه يا فندم فعلا زي ما حضرتك تفضلت كده ان احنا عندنا مجموعه. واحنا هنا مش بنعمم طبعا، احنا بنتكلم على الارقام اللي وصلت ليها النتيجه النهائيه. اتفضل يا فندم. ده صحيح، ده صحيح. احنا عندنا مجموعه من الافكار والمعتقدات المغلوطه اللي بيتم الترويج ليها بشكل غريب جدا. ايوه. ما بين اغلب فئات المجتمع وخاصه الفئات اللي تم الاعلان عنها، الموظفين والعمال والسائقين. علشان كده احنا كنا سباقين قبل كمان ما ننزل في الحملات ديت ونشتغل ان يكون فيها، يكون عندنا اليات للتوعيه كثيره جدا. علشان خاطر ان احنا نقول للناس خلي بالكم، احذروا، في علاج موجود. ورغم كده لم نقل عن ان احنا كانت عندنا حملات مستمره بشكل مضغوط جدا على مستوى جمهوريه مصر العربيه طبعا. تمام. ده في اطار توجيهات السيد رئيس الجمهوريه والتوصيات السيد رئيس الوزراء والتكليفات الكبيره جدا اللي عملتها الدكتوره غاده والي والدكتور عمرو عثمان في ان احنا لازم نكون متواجدين في اماكن كثيره على مستوى الجمهوريه بالكامل. تمام. فال 102,000 موظف يا فندم لما تيجي تشوفيهم تلاقينا موجودين على خريطه الجمهوريه على مستوى الموظفين بالكامل. عاوز اقول لحضرتك على حاجه سالوها، الحقيقه ان كانت في ناس كتير جدا من الموظفين لما كنا ندخل مصلحه او مكان له او انتوا جيتم، ده احنا ما كناش مصدقين ان انتوا تكونوا موجودين وشغالين وان انتوا هتستمروا. لا ده لا بالعكس، ده احنا مش عارف ايه يعني هي دي النقطة اللي كنت بتكلم فيها، انه الامور مش هتمشي بشكل يعني ممكن يحصل فيه اي راحة او اي تباطؤ او هيتم تأجيل مثلا محافظة معينة او مؤسسة معينة. الامور ماشية بدقة بخطة زمنية موضوعة لكل المحافظات على كل المؤسسات التابعة للوزارات والمديريات للموظفين العمال السائقين، الموضوع بجد. علشان لو في حد بيسمع دلوقتي لازم يتجه اذا ما كان عنده مشكله في تعاطيه لاي من المواد المخدره وهو موجود في جهه بيتعامل فيها مع الناس ومع الارواح، مع في شغله بشكل عام، موجود في اي مؤسسه، لازم يتجه لطلب علاج الادمان. طلب بقى علاج الادمان يا دكتور ابراهيم، ممكن تقول لي ايه اللي بيحصل لو شخص عايز يطلب العلاج علشان تتحسن اوضاعه، علشان ما يقعش في مشكله في حياته؟ احنا عندنا الخط الساخن 16023. الخط الساخن عاوز اقول لحضرتك ده 24 ساعه متاح لكل الناس، على اساس ان اللي حابب ان هو يتواصل معانا يطلب العلاج، العلاج عندنا بالمجان وفي سريه تامه. ده برضه من النقاط المهمه جدا اللي احنا بنشتغل عليها، ان احنا النهارده وصل عدد المراكز العلاجيه ل 23 مركز علاجي موزعين على اكثر من 14 محافظه. ففي اغلب المحافظات فيها مراكز. أيوة. واغلب المراكز ديت مراكز مرخصه وتابعه، او احنا بنتعاون مع مستشفيات القوات المسلحه، نتعاون مع المستشفيات الجامعيه، بنتعاون مع مستشفيات الامانه العامه للصحه النفسيه. فكل دول احنا مشاركين مع بعض عشان ننفذ الخطه القوميه بتاعتنا، سواء كانت في العلاج او في الوقايه او كمان في موضوع الكشف المبكر. فانا بقول لكل الناس لو سمحتم اللي حاسس او اللي عنده الرغبه في العلاج يتواصل على طول معانا، ويتصل بينا على الخط الساخن 16023 علشان يتاكد اولا من الماده اللي بياخدها او ان هو عايز علاج، وبالتالي لما تنزل له الحمله وبيكون معاه هو الروشتات بتاعته ومعاه علاجاته. أيوة. وعنده ما يوثق ان هو بيتابع معايا العلاج في صندوق الادمان، وبالتالي يعفى من المسؤوليه في هذا الامر. شكرا جزيلا دكتور ابراهيم عسكر، مسؤول برامج التوعيه في صندوق مكافحه الادمان، شكرا جزيلا لحضرتك.